معايا على التليفون كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق. كابتن طارق مساء الفل. مساء الفل يا ريس، ازيك؟ كله تمام طبعا. انت مبسوط على النتيجه بس مبسوط مش مبسوط على الاداء؟ لا، الشوط الاولاني مبسوط جدا طبعا من الاداء. الشوط الاولاني مش عارف، حاجه غريبه كده حصلت من اللعيبه، استهتار، عدم تركيز، مش عارف. بس انما طبعا يمكن حضرتك قلت في الانترو، قلت كلام مهم جدا. في ماتشات بتكسبها وما بتلعبهاش، في اشواط ما بتتلعبش بس يعني بتعرف تكسب فيها. خد بالك الجول الثالث فرق، يعني الجول الثالث ده لو ما جاش اكيد اكيد فرق، اكيد فرق كتير جدا بصراحه. اكيد الجول بتاع زيزو، وفي واحده ثانيه بتاعت، يعني بص يا محمد، انا يمكن من الكوره اللي هي بقى بتاعت اشرف بن شرقي اللي حطها لامام عاشور، اللي كان المفروض اشرف هو اللي يحاول على الجون فيها، اشرف بن شرقي هو اللي يحاول على الجون. لا وبعدين الباك وقع، خد بالك. الله ينور عليك. يعني ده هو خد بالك، هو برضه كان قرر يباصي في اللحظه اللي الباك بيقع فيها. انت عارف انت برضه لعيب كوره، من الساعه دي، من الوقت ده او من اللحظه دي يا استاذ محمد، انا حسيت ان الماتش هيبتدي يروح منك، ياخد مجرى تاني. لا مش هيروح، بس هياخد مجرى بس تاني. هي كانت عايزه رد فعل قوي من بن شرقي بصراحه، لو هو ساعه وقع الواد قطم خلاص جون. الله ينور عليك يا ريس. فكان كنت عايزه طارق السيد دي بيمينك، ها كنت تطلبها بيمينك على طول حبيبي يا ريس والله. فمن اللحظه دي انا حسيت ان نادي الزمالك هيبتدي، لان حسيت فيها شويه دلع، شويه الماتش خلصان، شويه ان الامور خلصت واتحسمت. درس مهم جدا في الشوط الثاني لعيبه نادي الزمالك، ان الماتش ما بيخلصش الا مع صفاره الحكم. كان ممكن في اخر 3 4 دقائق نادي سيراميكا يتعادل. لا وقبليها خد بالك ده في 3 اجوال مؤكدين، يعني في كره محمد طارق اللي شالها، كره حسام عبد المجيد اللي شالها، كره شادي حسين اللي في العارضه دي جول. ده يعني ده هو كان ركبه عفريت بالفعل في وشادي ما يضيعش دي بصراحه جداً. يعني شادي في فرص كتير جدا ضيعها سيراميكا لما كان الزمالك ليدنج في الوقت ده. انما في الوقت اللي فيه سيراميكا ليدنج ورجع في الجيم من كوره واثنين، او الزمالك عرف يترجم الاهداف، الفرص بتاعته الاهداف، سيراميكا ما عرفش يترجم الفرص بتاعته الاهداف. اعتقد ان لعيبه سيراميكا على فكره هم فرقه محترمه جدا جدا، ومدرب كابتن احمد سامي عامل شغل. كابتن احمد سامي من المدربين الكويسين. في بعض التعليقات عندي على التغييرات، يمكن تغيير السيف الجزيري كانت غريبه بالنسبه لي. كان ممكن انزل شيكابالا بس في مكانه. انت مش مطالب منك ان انت تعمل دي. اغرب تغييره في المباراه بصراحه، بالفعل تغييره غريبه جدا بالنسبه لي. كنت اتمنى، عارف لو نزل عمر السعيد هفهم. الله ينور عليك. انما منزل شيكابالا وبعدين تنقله بقى بيبقى فرود، يعني مش فاهمها دي بصراحه. انت لغيت اصلا العمق الهجومي بتاع نادي الزمالك، واللعيب اللي هو موقف لك يعتبر اثنين سرد باكات. مظبوط. خليت في زياده عدديه على لعيبه نادي الزمالك في نص الملعب اوريدي. على فكره في ناس كتير متلخبطه في التشكيل بتاع الزمالك. الزمالك بيلعب النهارده 3 4 3، بيلعب بسيد نيمار باك رايت مشها في نص الملعب، بيلعب بمحمد طارق وحسام عبد المجيد والونش، ثلاثة بس لما بيزيد نيمار طارق بيروح ناحية اليمين شوية، طارق بيمين. كسر دباك يمين يعني تقصد. ما هي دي اختصاصات الطريقة أو 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 شكل الطريقة. إن السير دباك اللي ناحية اليمين أو السير دباك اللي ناحية الشمال. يعني هتلاقي مثلا عبد الله جمعة لما بيكمل في الهجمة بيميل وراه شوية حسام عبد المجيد. تمام. هتلاقي لما سيد نيمار بيكمل لقدام بيميل وراه محمد طارق. فانت اوريدي عندك في نص الملعب اثنين لعيبه بس اللي هم امام عاشور واشرف رؤى. انت زودت عليهم الحمل لان بدا يزيد عليهم حد من السر. بس هي الطريقه يا كابتن طارق نجحت جدا في الشوط الاولاني، وكان الزمالك عنده عمق دفاعي رائع جدا في الشوط الاولاني. في الشوط الثاني الدنيا اتلخبطت. ليه طيب؟ وهسالك سؤال بقى، ما هو ده اللي هسالك. هل يعني عشان بعض الناس برضو بتقول انه اللعيبه الصغيره تالقت جدا وصارت بمستوى كويس، ممكن يبقوا هم البدائل بتاعه اللعيبه الكبار اللي هتمشي مثلا، او اذا كانت في صفقات جديده جايه، هل اللعيب الصغير يقدر يتحمل الضغوط ماتش ورا الثاني ورا الثالث لفريق بينافس على البطوله؟ بدليل ان احنا شفنا النهارده في الشوط الثاني الفرقه تقريبا فكت في النص الاخير من المباراه او الثلث الاخير من المباراه. كل لعيب صغير او شاب يقدر يشيل ويتحمل المسؤوليه. بالظبط ده اللي عايز بس الناس تفهمه. شخصيه اللعيب بتفرق. يعني انا ما زلت بقول إن مش كل الناس اللي موجوده من الشباب اللي موجود دلوقتي يقدر يشيل مع نادي الزمالك. انك تعتمد عليه 100% يعني كلاعب اساسي طول الوقت. بالفعل في لعيبه كويسه جدا تقدر تعتمد عليها، في لعيبه كويسه جدا تقدر تديها وتاخد منها كوره وتاخد منها مستوى، وفي لعيبه تاني
انا عارفهم شخصيا بس بدون ذكر اسماء عشان برضو ما بقاش انا بقى بحكم حكم وخلاص، بس حكمي ده خاص بي انا بالطريقه الفنيه اللي موجوده. في لعيبه تانية ما تقدرش تستحمل، لعيبه اوريدي شخصيتها ضعيفه في الملعب، في لعيبه بتتكلم على الصغيرين على الولاد الصغيرين كانوا يعني موجودين خلينا النهارده اللي انت بتتكلم عنهم؟ في طبعا في ناس موجوده النهارده اكيد يعني، مش ما انا ما بتكلمش على حد يعني ما بتتكلم لعبش، اللي هو مش هيستحمل الضغط. لا اوريدي هو شخصيته مش قويه في الملعب طب فمش الحاجات دي بيبقى هيستحمل، لها حل؟ اصل دي شخصيه لعيب، انت يا استاذ محمد هتعمل فيها ايه؟ اصل انت هتغير انت مش هتقدر تغير من شخصيه الولد نفسه، لعيب اصلا كره القدم واللعيب الكوره هو شخصيه، ما هو الا شخصيه في الملعب، لما تبقى انت اوريدي شخصيتك ضعيفه في الملعب طب هتعرف تغيرها له ازاي؟ مهما نميت فيه ومهما طورت فيه مش دي حاجه جواه هو بتاعته هو، مش حاجه بتكلمني بتاعتك عن انت. حسام عبد المجيد مثلا؟ ما انا برضو بفهم كوره. مش انا بغلط ليه بس يا ريس؟ لا مش غلط، بالعكس انت ممكن تقول يعني ديفو ممكن اللاعب يبص عليه ويحاول انه يصلحه، يعني اصل الشخصيه القويه حتى لو شخصيه اللاعب مش قويه لكن انت بتلبس فانيله نادي الزمالك، معاك جمهور نادي الزمالك، سبورتد ليك نادي كبير، يعني لازم تبقى انت في الملعب وحش. لا مش ما هو ما انت ممكن تبقى وحش بس برضو الفكره فيها يا استاذ محمد، انت اكيد بتاع كوره وفاهم كوره كويس جدا، بس برضو انا مش حابب اذكر اسماء، ان في الاول وفي الاخر بس ده في صالحه، يعني الاسم اللي هتقوله ده انت بتقول له حاجه خد بالك تيك كير من دي. في ناس بتستخبى في اوقات يعني، في لعيبه بتستخبى في اوقات، شوف النهارده مثلا شخصيه لعيب تاني زي سيف جعفر مثلا، لا بي 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 ما بيستخباش، بيستلم وتحت بيروح ضغط للكوره ياخدها. هو اللي بيروح ياخدها، تمام بيعمل تكالينج في اوقات معينه، يوسف اسامه نبيه بياخده ويروح على الجون وما عندوش قلق مظبوط. وما عندوش خوف وما عندوش، لا دي شخصيه. في ناس تاني لا ما بتعملش الحته دي، ما مش موجوده يعني، دي شخصيه لعيب نفسه طب يعني، مش انا هسألك سؤال، هل في بعض من اللعيبه دي الافضل للزمالك ان يعيرهم في الموسم الجديد مثلا ولا يكملوا معاه؟ لا في ناس لازم تقعد، لازم تقعد زي يوسف وزي سيف دول 100% لازم يقعدوا، صح كده، مية في المية وبعديهم شويه يجي سياد نيمار. مثلا في تمام، ناس تاني لكن طارق تتعار. وعبد المجيد ممكن بص يعاروا افضل. محمد طارق على فكرة مظلوم، لأن الولد ده أصلا سيرد باك يعني، الولد ده سيرد باك النهاردة يمكن كان بيلعب في مركزه، وعلى فكرة النهاردة مستواه مش سيء، مستواه كويس، بس التغييرات اللي حصلت عملت زيادات سواء من فرقه سيراميكا او من الزمالك، عملت زيادات عدديه على فرقه الزمالك، خلت في مشاكل دفاعيه ظهرت، ان هو ما كانش موجود الشوط الاولاني، زائد كواليتي لعيب زي صالح جمعه بيعرف يعمل ثرو باس في ظهر السيرد باك، طبعا طبعا. والثرو باس بيبقى مظبوط، ففي الحاله دي بيبان لك بقى هنا بقى ايه الزيادات اللي حصلت، كابتن احمد سامي رمى اكتر من لعيب بيهاجم وما بقاش بيعتمد على الحته الدفاعيه بشكل كبير، برضو دي عمل يعني خلت الديفوهات ظهرت في تنس الزمالك وفي نص ملعب نادي الزمالك، عشان كده بنقول ان في ناس لا في ناس تطلع اعاره تلعب سنه كامله، لان برضو يعني احنا مش اللي زي طارق او حسام عبد المجيد مثلا. والله بص انا يعني برضو بدون ذكر اسماء، هم المدير الفني أدرى مني، كابتن أسامة نبيه اصل وجهاز على فكره هي الاعاره مش عيب، يعني مش يعني في يعني مثلا اذا حد مثال في الزمالك بمصطفى محمد، يعني بقى افضل مهاجم في مصر بعد اعارات 3 سنين مثلا ولا سنتين ما بين طلائع هي الجيش وطنطا، مش مش كده فكرة برضو؟ عيب، عشان بس الكلمة اللي أنا قلتها هي من الناس شوية فاكره هي انك ما تقول اعاره كانك بتقلل من اللعيب او كانك لا يعني، لا لا بالعكس لا انت لا عايزه مش كده، يكتسب 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 مش ويرجع كده لنادي. خالص، لازم الناس هي تفهم. الفكرة فيها يا أستاذ محمد بعد إذنك يعني، الفكره عشان انا بس قلت في لعيبه مش شخصيه، فمعنى ان انا بقول الكلام ده او دول الاثنين بس يعاروا يبقى انا بقى بقصدهم هم، على فكره انا يعني اتمنى ان دول يبقوا نواه كويسه للفرقه في الفتره الجايه، لان دول تمام في الاول وفي الاخر ولاد نادي الزمالك تمام ولاعيبه متربيين في ناشئين ومتعودين على البطوله، بس مش اي حد يا استاذ محمد بيلعب في فريق نادي الزمالك والاهلي، الناديين دول ناديين كبار متعودين على البطوله، فمحتاج شخصيه مختلفه، محتاج شخصيه معينه، محتاج لعيب
من عشان كده الاهلي والزمالك بياخدوا بطولات، او الزمالك بيكسب والاهلي بيكسب. يعني النهارده الطبيعي فرقه سيراميكا عندها كواليتي لعيبه عالي جدا، محمد ابراهيم، صالح جمعه، ميسي، ناس باسم، شادي حسين، باسم، شادي، مظبوط. في نماذج عاليه جدا ولاعيبه مستوياتها عاليه جدا، بس هتلاقي الزمالك ليدنج الشوط الاولاني وخلص الجيم من الشوط الاولاني عشان فلنة نادي الزمالك وتيشيرت نادي الزمالك تقيل، مش اي حد بيلبسه. طب انا يا عشان كابتن كده طارق هسالك، هسال حضرتك سؤال، يعني وانت كسبان 3 مفترض انت قاري برضو ان الفرقه اللي قدامك مش سهله، تمام. يعني مظبوط كده. هل تغييره شيكابالا في التوقيت ده سليمه، بعيد انه كمان نزل مكان سيف في الجزيره ودي كانت مفاجاه، لا لكن انا لاعب شيكابالا ما عنديش مشكله، بس لعبه مكان مين؟ يعني ما طلعش سيف الجزيره اللي عامل لي عمق هجومي وعامل لي محطه واللعيبه كلها بتسند يعني عليه. التغييره دي غلط، مش لان شيكابالا نزل لكن لان السيف اللي خرج، الله فانت ينور كانك عليك. فقدت الاثنين. انما ممكن تلاعب شيكابالا بس ما تطلعش سيف الجزيره، يعني ما تطلعش سيف الجزيره. ما انت دي ما هتطلع كانت مين؟ وجهه. ما هو زيزو متألق وبن شرقي متألق. هو على فكره انت مش بتعمل تغيير عشان لعيب وحش، في اوقات انت ما بتعملش تغييرات في الملعب عشان لعيب وحش، بس بتعمل تغيير بتجدد حلو. الانتماء هل في للفرقه. التوقيت ده الزمالك كان محتاج تجديد في التلت الهجومي؟ ممكن في وجود زيزو كان متألق النهارده، وفي وجود بن شرقي الحقيقه ده قماشه تانيه، وفي وجود سيف الجزيري جايب جول ومفايق وجايب جولين قبلها الماتش، يعني هل كان ممكن تدعم نص ملعبك، يعني كان ممكن افضل؟ تدعم نص ملعبك، لان خاصه انت كسبان كمان. يعني في اوقات انت لما بتعمل تغييره محمد، انت ايه الغرض منها؟ انت عايز تزود مثلا حصيله الجوان اللي عندك، ولا انت بتحافظ بشكل معين على نص ملعبك؟ لان كمان في الوقت اللي حصلت فيه التغييره دي يا استاذ محمد، نادي سيراميكا كابتن احمد سامي رمى اكتر من لعيب مهاجم، مظبوط. وبقاش بيدافع بشكل ايجابي، فانت اوريدي بقى الضغط نزل منساه، ونزل كان قبلها صالح، ومظبوط نزل كذا حد، كان بقى في ومروان. ضغط عليك. كان بقى في ضغط عليك وزيادات عدديه عليك في على نادي الزمالك في الثلث الدفاعي بتاعه، فكان المفروض يبقى في حد في نص الملعب وازود عدد اللعيبه في نص الملعب، ايه المانع؟ يعني ما فيش مشكله خالص، واحافظ على النتيجه بشكل كويس، زي ما انا بدل ما اطلع مثلا 3-2 والماتش اتكهرب مني، لا، ما ايه المانع اطلع 3-0 3-1، ما فيش مشكله خالص. طب هسألك سؤال، أوناجم بيأدي ولا يعني شايفه ازاي؟ برضو النقطه دي مهمه جدا، الاختصاصات بتاعت اوناجم اختصاصات هجوميه، انت نزلته في وقت انت مضغوط، طب مين اللي هيدافع في الحته دي؟ على الاقل سيد لو هو يعني مش فايق هجوميا بس بيدافع كويس، مظبوط. عمال وانت يدافع مضغوط في الوقت اللي انت مضغوط فيه، وانت اوريدي مضغوط، طب ايه الغرض من التغييره برضه؟ يعني ايه الغرض من التغييره؟ ما انا انت استغربتها عشان كده سألتك عليها بصراحة. عايز تهاجم زياده، طب ما انت كسبان، حافظ على المكسب، لان المكسب كان ممكن يروح منك في اخر 5 دقائق. مظبوط يعني مظبوط. الزمالك كان ممكن في اخر 5 دقائق يتعادل، كانت مشكله، خد لان بالك، كمان وانت الثلاثه تغيرت اوناجم كمان عملتها وانت 3-1، يعني كان الدنيا قربت شوية، الله ينور عليك. يعني كان يعني انت برضو مفترض حافظ انك تقفل حافظ على قد تحافظ. ما بالصح تقدر، بالصح. حافظ على قد ما تقدر على المكسب اللي انت عامله، بدل ما تفتح الملعب على نفسك وتفتح الملعب على لعيبتك، لان دي بقت في زيادات كتير قوي 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 عدديه على لعيبه نادي الزمالك في طب في الحته تفسير بتاعتك. لتغيير نص الملعب كله؟ يعني انت غيرت اشرف روقه، وبعدين غيرت امام عاشور، يعني مش كنتش فاهمها بصراحه، فاهمني؟ والله هو النهارده الراجل على الرغم بس بقول لك هو جود لك بصراحة، محظوظ. هو موفق، الحمد لله ان هو موفق، يعني الحمد لله رب العالمين. وبيني وبينك الزمالك ما ينفعش يطلع متعادل النهارده، لان الزمالك عمل الشوط الاولاني مدرسه فن وهندسه بجد. يعني الزمالك عمل الشوط الاولاني مدرسه فن وهندسه، رجع التاني الشوط التاني اللعيبه اتدلعت يا استاذ محمد. انا ده وجهه نظري، يعني حتى لو التغييرات غلط اللعيبه نفسها متدلعه. يعني الراجل غلط، مش هقول لك ما غلطش، بس في الاول وفي الاخر اللعيبه حسيت ان هم ما فاكين. برضو يا كابتن طارق التغييرات عملت ربكه جوه الملعب. ما هو انت النهارده مش شيكابالا، انت مختلف. زي ما انت قلت، انت لغيت العمق الهجومي، وبعدين ونجم نزل مكان نيمار فشويه ناحيه اليمين بقى فيها مشاكل. خد بالك هم هجماتهم كتير، سيراميكا كانت من ناحيه اليمين شويه، من ناحيه كمان الباك رايت. رمى لك احمد محسن يعتبر كانه لاعب لاعب في طرح، ما هو يعني وزود العمق الهجومي عنده بوجود محمد ابراهيم جوه، وبوجود شادي، وبوجود ميسي،
لا عمل زياده عدديه في قلب الملعب على الثلاث باكات، وخلى الباكين هم اللي بيطيروا ويعملوا الشغل الهجومي. فدي عملت لك مشكله كبيره جدا لنادي الزمالك. عشان كده بنقول ان تغيير اوناج كان ممكن تحافظ بسيد في الحته الدفاعيه اللي انت بتشتغل عليها كويس، كان ممكن تحافظ مثلا ارمي قدامه شيكابالا في الحته اللي قدامه، وادخل بيزو في قلب الملعب، مفيش مشكله لو انا هسحب مثلا حد من نص الملعب. يعني هي ورؤى ما يخرجش يا كابتن، يعني رؤى لعيب ما الارتكاز يخرجش الوحيد ولا عندك، امام ولا امام امام حتى النهارده لو جبت المطعم. خرجت امام لاي رؤى، ما هو لعيب الارتكاز بتاعك المفترض ده المدافع بتاع نص الملعب. يعني كانت تغييره غريبه جدا، ولا امام طبعا يخرج، الاثنين كانوا يعني هي في الشوط الاول الفكره ان كانوا هو انا بعمل متالقين تغييره بصراحه. للتغييره يا استاذ محمد، ولا بعمل تغييره عشان اعدل امر معين او اصلح امر طيب معين. خلينا نتكلم في الايجابيات. الايجابيات ان الزمالك كسب وواصل انتصاراته ورفع رصيده ل 51 نقطه، وان الراجل مصر لغايه دلوقتي انه يدي للاعبين رساله ان ما فيش حد فوق الفرقه، يعني في اسماء موجوده بره الفرقه اللي معاقب واللي ما يعرفش ايه واللي ايه، يعني الراجل يعني بيحاول يسيطر على الفرقه بفكره ان ما فيش حد فوق الفرقه، دي نقطه ايجابيه ومساعده النتائج الحقيقه. لا وانا الراجل بصراحه يعني برفع له القبعه في حاجات كتير، انه النهارده بادئ بالثلثين الاساسي بثلاث لعيبه شباب قدام فرقه سيراميكا بقوتها باسماء اللي موجوده فيها. لا النهارده ده ريسك خده على نفسه كبير جدا، والريسك ده جاب نتيجه كويسه معاه في الشوط الاولاني، قدر يكسب 3-0. يعني ده نتيجه ايجابيه جدا بالنسبه له. مظبوط ان انا اغلط في تغييرات مفيش مشكله، بس في الاول في الاخر هو ايه اللي المطلوب من الراجل في الفتره دي يا استاذ محمد؟ تجميع نقط، انا عايز مظبوط اجمع نقط، وهو الراجل بصراحه في الفتره دي بيعملها بشكل ايجابي جدا، وبيكسب وماشي كويس جدا في الفتره دي. في ديفوهات، الديفوهات دي طبيعيه جدا، كل مدير فني في العالم بيغلط في تغييره، بيغلط في كده. انا في الاول في الاخر الثلاثه بونت هم الاساس عند جمهور الزمالك طب وعندنا انا لو كلنا. طلبت منك كابتن طارق اجابات سريعه على مستوى الونش، رأيك ايه؟ معذور 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 جدا. جدا ليه؟ برضو جنبيه اتنين صغيرين في السن، اللي هو طارق وحسام. يعني خبرات حسام مش كبيرة قوي ولا خبرات طارق. لو في الاخر انا بتحمل مسؤولية الخط كله كده، الخط كله. فلا معذور جدا، وانا عذره جدا. وعلى فكرة النهاردة كان كويس، ما كانش وحش. يعني النهاردة اداء الونش مش وحش من وجهة نظر الشخصية، في ظل الظروف اللي انت عايش فيها كنادي الزمالك، يعني في ظل الغيابات طب الكبيره. انا لو قلت لك ان الزمالك اخر 10 تجوا اخر 10 مباريات بيستقبل اهداف، يعني 13 جول في الاحصائيات في اخر 10 مباريات، هل دي تفرق، ولا انت طالما بتكسب وبتحقق الانتصار مش فارقه؟ هو ما دام اني بكسب مفيش مشكله، بس طبعا نسبة إحراز الأهداف في مرماية كتير، مش هقول لأ، ودي ناقوس خطر لازم الراجل ياخد باله منها. بس هي لازم منطقية يا كابتن طارق، يعني أنت في نص الملعب كان بعد ما كان عندك طارق حامد وعندك نجوم بعيدة، دلوقتي الديفنس أنت لسه بتقول لي الونش جنبيه اتنين صغيرين، يعني أعتقد منطقي يعني جدا. أنا ما بقولش لأ، أنا قلت إيه، الفرقة مش طبيعي إن كاملة أنت يعني، بكسب. يعني الأرقام دي والفرقة مش كاملة. ما دام اني بكسب ما عنديش مشكله يا استاذ كونك محمد. بتكسب طبعا يبقى انت يعني ده لا انا كده ناجح، بس الفكره بالنسبه لي انا خد قلت ايه، بالك قلت تيك كير ده يعني. انا الله ينور عليك، الله ينور عليك. طب اخيرا انت بصالح جمعه النهارده مفاجاه صالح بعد غياب طويل؟ بعد غياب طويل جدا، اداء ممتاز، اداء ممتاز واداء هايل. صالح لعيب كبير جدا، لو اهتم بنفسه هيروح لحته بعيده جدا، مش كده؟ ومتاخر قوي يا استاذ محمد بالنسبه لسنه طبعا استهتر كتير يعني. مأخر نفسه جدا جدا جدا. صالح لعيب كبير، صالح من الناس اللي بتستمتع وانت بتتفرج عليهم في الكوره، فرق النهارده كتير مع سيراميكا الحقيقه، جدا جدا تمام. جدا جدا جدا، وهو لو هو محافظ على نفسه صالح، لا هيودي الكره المصريه في حته بعيده يا استاذ محمد. اخيرا الزمالك لازم يجيب بديل قوي لبن شرقي بعد ما اعلن امبارح رسمي ان بن شرقي ماشي، وبنشوف بن شرقي ومشى تاني، هنتكلم بعد شويه عن بن شرقي، لكن انت شايف ان الزمالك محتاج بديل، والبديل ده من جوه ولا من بره ولا عنده اوريدي الزمالك بديل؟ لا الزمالك محتاج بديل لبن شرقي، ما عندناش حد نفس الكواليتي ده خالص في النادي، سواء عرب سواء اجنبي او مصري.
لا مهم جدا ان يبقى مصري مين؟ هتقول مين ممكن يبقى مصري؟ والله في، لا هتعرف تجيب ابراهيم عادل هاتو، لا هتعرف تجيب، هتعرف تجيب رمضان صبحي لا هاتو، طب احمد ليه لا؟ رفعت لا فلوس كتير والانديه متمسكه بيهم، ما دي مشكله يعني. هل يبقى بيراميدز هيسيب ابراهيم عادل او هيسيب رمضان او فيوتشر عنده افريقيا هيسيب احمد رفعت؟ ما اعتقدش. ما انا بقول لك الاسماء اللي ممكن انت تسعى ليها، ما عرفتش تجيبها مصر، لا يبقى دور على كواليتي لعيب سواء افريقي او عربي بنفس الكواليتي بتاع اشرف بن شرقي، لان انت مش هينفع تقل عن الكواليتي اللي انت شغال بيه مظبوط اوريدي. اشرف مظبوط كواليتي عالي جدا، فانت محتاج نفس الكواليتي مش اقل او اعلى كمان، يا ريت. وده شغل إدارة الكرة طبعا. كابتن طارق السيد اكيد انا بشكرك جدا جدا، حبيبي، بشكرك شكرا جزيلا، نجم كرة القدم في الزمالك ومنتخب مصر الاسبق الكابتن طارق السيد.